بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا بن قسين إلى يوم الدين. لكم تحيات بوابة أخبار اليوم وكلام مبروك وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. كنا زمان وإحنا طلبة في الأزهر صغيرين كانوا يقولون حاجة تضحك، يعني إن ربنا لما قال كل من عليها فان، سورة الرحمن، فالملائكة قالوا إحنا مش هنموت، فقالوا لهم إزاي؟ قالوا ربنا قال كل من عليها وإحنا مش عليها، مش على الأرض يعني، إحنا فوق. فنزل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وراهم عياطين. حكي لهم يفرحوا بالعيال كده يعني، بس حلو جدا، الحياة حلوة قوي. وعلى فكرة هقول لك ليه حلوة قوي، مش عشان 3 كيلو مكرونة هتاكلهم من نص عجل يعني، حلوة لأن لينا رب لو قعدنا مليارات السنين نعبده مش هنوفيه، وحلوة لأني عطاؤه زي ما قال في القرآن، ما احنا منتعرفش على الله من خلال كتاب حد ألفه يعني، مش عايز أذكر أسامي لحد يفهم إني بشتمه يعني. مبروك عطية، من خلال كتاب مبروك عطية، من خلال كتابه هو، عطاء غير مجدود يا راجل. انت لو واحد عمال يديك بالـ200 الورقة الحمراء، أكبر ورقة عندنا لغاية دلوقتي، عقبال لما يطلعوا الـ500 والـ1000 يعني. وبعدين كل شوية انت حالك زي حال عيل صغير أمور بمدي ايده كده، في الأطفال كده ما تديله يقولك كمان وبتاع، وده المامته للأحة، بس هو عايز يعني فرحان بحكاية ده مهما كان. والله لو راح البنك المركزي خد من التل يقتل، إنما ربنا بقى عطاؤه غير محدود. وفي عبارة تقطم الوسط من الحلاوة، لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. والناس بقى في الأسئلة مجانين يعني، اللي عايز دولارات واللي عايز يورو واللي عايز دينار كويتي واللي عايز يرجع شباب تاني، لو كل حاجة ده الواحد ما تنقص ذرة، أنا أحفظ عبارة بتريليون دولار. أما سيدنا موسى بصوت الكهف يعني يتعرف على الخضر ووشه مع بعض والسفينة والغلام والقرية البخيلة والثلاث مواقف اللي حصلها، وقال له هذا فراق بيني وبينك، فالخضر بيسلم على سيدنا موسى وداع. فقال له العبارة اللي يقوم تريليون دولار في نظري أنا اللي حفظها طول عمري يعني، قال له بص يا موسى قبل ما تودعني وودعك، كانوا على السفينة كده، قال له شايف البحر ده؟ قال له آه. قال له شايفه كويس؟ قال له جدا. قال له إن مثلا ما عندي من العلم وما عندك من العلم إلى علم الله كقطرة من هذا البحر. اوصف انت براحتك بقى عشان ما عنديش وقت في البرنامج، لكن عايز اقول لك كله حينتهي، كله حيفنى إلا الله. ملائكة هتموت، البني آدمين هتعشهم الكورونا، ربنا يرفع البلاء بتوبة نصوحة، بتوبة نصوحة. مفيش توبة مفيش حاجة هتمشي. الشجر هيموت، النجوم هتموت، السماء هتتغير، الأرض هتتغير، القرآن بيقول كده. والشمس هتتكور ويبقى الله. شو بقى أنت قد إيه فرحتك؟ أنا مش عايزين بس ناخد نولج من غير ما نربطها بحياتنا يعني. بنكمل ومع تحيات بوابة أخبار اليوم وكلام مبروك لكم، تحية حتى نلتقي.